في المرمى طابت أوقاتكم، السلام عليكم. هل هرب الشربيني عن الاتحاد ولحق بسوزا؟ أين الحقيقة؟ انفجر أمام الفتح وتحول هدوءه إلى بركان، من يضغط على كانيدا في عميد جدة؟ بعد توقيع الفريدي وهوساوي، ما هي أشهر 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي؟ أهلا بكم. أثارت مغادرة الأردني أنس الشربيني لاعب اتحاد جدة إلى كرواتيا أثارت مخاوف جماهير ناديه السعودي، اعتقادا أنها احتجاجا على مرتباته المالية المتأخرة كما فعل البرازيلي سوزا. فيما قالت للعربية مصادر خاصة أن اللاعب غادر في زيارة خاصة لعائلته التي تقيم هناك، وأن الخلافات التي يروج لها البعض بينه وإدارة ناديه لا صحة لها. ومباشرة يلتحق بنا الآن من هيوستن في الولايات المتحدة ماجد بلعاوي وكيل أعمال اللاعبين، يلتحق بنا عبر سكايبي. أهلا بك سيد ماجد، وكيل أعمال أنس الشربيني. أيضا أريد أن أسألك أولا، كيف تعلق على هذه الأنباء التي ذكرتها أنا في البداية؟ أولا تحياتي لك ولمشاهدين قناة العربية أخ بتال. أهلا وسهلا. الأخبار عارية عن الصحة تماما. أنس لم يهرب، وأنس أخذ مستحقاته. نعم. وأنس متمسك بالاتحاد أكثر من الناس تتوقع. أنس أول شيء بيعامل بالاتحاد نعم، مش كلاعب فقط، كإنسان بيعامله وحاسس حاله من العائلة. جميل. فأنا بشكر أول شيء أعضاء الاتحاد بالمعاملة الحسنة اللي بيعاملوا فيها أنس، وأنا كلهم كل احترام. جميل. طيب يعني في ظنك أو في تفسيرك في تحليلك، لماذا تروج مثل هذه الشائعات الآن؟ أخ بتال، أنت تعرف هلا موسم التنقلات في الدوري السعودي وفي دوريات العالم كله، فهناك مجموعة من وكلاء اللاعبين أو لاعبين ينتموا لوكلاء اللاعبين بحاولوا يساعدوا، وأتمنى أنه أنس ما يكونش ضحية لمؤامرة، وقد تكون هذه المؤامرة على نادي الاتحاد نفسه أو على أعضاء الاتحاد، لأنه نعم، حقيقة هناك من أتى لأنس وطلب منه عن طريق وكلاء لاعبين لهؤلاء اللاعبين بيلعبوا نادي الاتحاد انه انس ينتقل الى قطر. عفوا سيد ماجد، من اللي طلب منه ينتقل؟ لاعبين بنادي الاتحاد، لاعبين سعوديين في نادي الاتحاد ياتون له بعروض خارج الاتحاد. خارج الاتحاد، وانا بقول لك انا اتمنى ما تكونش هذه مؤامره على اعضاء نادي الاتحاد. يعني هذا كلام خطير جدا. لاعبين زملاء يجيبون له عروض يقولون له انتقل برا الاتحاد؟ نعم. ليش؟ انا يعني الاحساس اللي وصلني انه هناك في مؤامره على اعضاء نادي الاتحاد ممثله برئيسه وفي اعضائه، اللي انا بكون لهم كل احترام الامان. انا سافرت وتواجدت معهم، والاخ عادل يعني جمجوم بيعمل كل المستحيل انه عشان يكون الاحد انس في اجواء ممتازه، والناس بيعملوا بيشتغلوا. انا استغرب، وانا وهذه رساله مني لجماهير نادي الاتحاد، يعني نعم، ما يصدق وما يتفاعلوا مع كل شيء بيحصل. ناس شغاله صح وعندهم افكار، وانا جلست معهم وسمعت بذاني ناس يكن لهم كل احترام. طيب هذه المؤامره اللي انت لمستها من داخل النادي ولا من خارجه؟ الشخصيات اللي تديرها قد تكون من الجهتين، قد تكون داخليه مدفوعه خارجيه مدفوعه داخليا، لكن انا للاسف اقول لك اني انا استغرب هذا الحديث. تعرف انس عنده مشكله في اللغه، قد تكون بتعرف، لكن نعم، المعلومات بتصله يعني وبيحكي لنا كل اللي بيحصل معه، لكن انه تحصل بالطريقه هذه وفي في في اجواء في يعني تعرف مشكله دي سوزا كمان عملت مشكله اتحاد كمان يكون انس يدخل في المعارف. فانا انس يعني اتمنى انه يبعدوا عن انس، وقد يكون اللي انا بتحدث عنهم هم عارفين نعم الاسماء، وانا اتمنى انهم يكونوا سامعين ويبعدوا عن انس ويتركوه بحاله. طيب يعني اسماء هؤلاء لاعب فلسطيني ماجد الاتحاد يعني ماجد كمان بعد ما ماجد كمان ماجد نعم. ماجد هل يعني بامكانك الاعلان عن اسماء هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون عروض لانس ليغادر الاتحاد؟ فقط لنادي الاتحاد يعني لو سئلت، لكن انا للامانه اقول لك ما يعني ما مش عالم، لانه احتراما للعلاقه والزماله في الملعب بينهم يعني لا 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 يمكن اتحدث انا لا طبعا. طيب الا اذا الاتحاد سالني في طريقه وبدهم يوصلوا للحقائق ممكن.
طيب كيف هم اصلا يتواصلون مع انس؟ انس ما يتكلم الا اللغه الكرواتيه، لا انجليزي ولا عربي ولا اي لغه اخرى. في 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 انس في في بالانجليزي بتعرف، هم كمان يعني زملائه في الملعب كمان مش كمان في انجليزياتهم على قدهم. أيه. فاللي بيحصل انهم هم بيقدروا يتواصلوا مع بعض، موضوع اسم قطر. نعم. موضوع كلاعب وتطلع وايجنت، الكل بيفهم هذا الحكي، فهمت علي؟ يعني مش قصه انس ما توصلوش المعلومه يعني. اها طيب، لكن انا عشان اوصل للمعلومه كمان بصدق وبامانه، انس لحد الان لم يقدم 30% من مستواه، وانا بحترم مدربه جدا جدا، لانه بحاول اطلع من شغلات من انس مش كانت موجوده بالانس، وخاصه دفاعيا. انس ما كانش يعني، في ناس اتصلوا علي قالوا لي انه انس بيلعب دفاع ما بيلعبش هجوم، وهو المدرب عم بيطلع منه شغلات. وانس لعب اخر مباراه ال 25 دقيقه قبل ما يطلع بالكرت الاحمر احسن 25 دقيقه لعبها من وقت ما رجع الاتحاد. جميل. انا متوقع انه انس حيبدع وحيوصل بالاتحاد للبطولات، وجماهير الاتحاد هتكون سعيده جدا. لكن انا استغرب اخ بتال انه في اخبار تطلع انه انس طلب ترك الاتحاد، هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. نعم، شكرا لك على هذه التوضيحات سيد مجد بلعوي، وكيل اعمال اللاعبين وكيل اعمال انس الشربيني، كان معنا من هيوستن عبر سكاي بي. شكرا جزيلا لك. حديث ربما يثير الكثير من الردود بعدما اتهم لاعبنا في الاتحاد بتقديم عرض لأنس الشربيني لمغادرة الاتحاد، وهذا كلام خطير. في واحدة من أكبر صفقات الكرة السعودية وأكثرها إثارة، انتقل أحمد الفريدي لاعب الهلال الحالي إلى الدفاع عن ألوان فريق الاتحاد بدءا من 28 من يناير المقبل. وكان أحمد الفريدي قد احتجب عن الإعلام في عقاب توقيع هذه الصفقة، مكتفيا بما جاء في البيان الصحفي الذي وزعه المركز الإعلامي في نادي الاتحاد. اليوم اختار أحمد الفريدي في المرمى ليجيب على أسئلة معلقة في هذه الصفقة. أحمد أهلا بك معنا، شكرا لاختيارك في المرمى. أريد أن أسألك أولا، الفريدي ربط بأندية عديدة منذ نصف العام لكنه اختار الاتحاد أخيرا، لماذا الاتحاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم على أخوة المشاهدين والمستمعين. بسم الله والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم. نعم أحمد سامعنا؟ تفضل أحمد. بتال. تفضل. ألو. نعم أحمد أنا أسمعك، كنت سألتك في البداية، ربط اسمك بالعديد من الأندية لكنك في الأخير وقعت للاتحاد، لماذا اخترت الاتحاد؟ والله بكل بساطة هو العرض الأقوى والأعلى. يعني كانت جميع العروض أقل من عرض الهلال، وأنا يعني وضحت هذا الشيء من قبل عام إنه أنا أبحث عن العرض الأعلى. طيب كان الـ كان الـ كان المقياس فقط هو المال، العرض المالي؟ هو العرض المالي طبعا أكيد. نعم جميل. طيب أحمد اليوم أو أمس في بيان نادي الاتحاد، يوم السبت تحديدا في بيان نادي الاتحاد، قالوا شكرا لأحمد الفريدي لأنه اختار نادي الاتحاد، وشكرا لأنه قدر الظروف الصعبة التي يمر بها نادي الاتحاد. هذه فيها إشارة إلى أنك لم تستلم حقوقك كاملة في الصفقة، هل هذا استنتاج صحيح؟ يعني بس ليس بالطريقة اللي يمكن فهموها الناس، هي عبارة عن دفعات. استلمت دفعة، وفي بداية تماريني مع نادي الاتحاد ستكون الدفعة الثانية بإذن الله. أنا أعلم أنه هناك في ديون ومشاكل مالية في نادي الاتحاد، لكن عقدي ملزم أنه نادي الاتحاد بعد فترة لابد أنه يسددني هذا المبلغ. نعم. أنا لو إني مثلا وقعت مع نادي الهلال وهو أيضا يمر بنفس المشاكل المادية. نعم. النادي ما هو ملزم حتى لو تحسنت أوضاعه في المستقبل نقول إدارة. نعم. الهلال أريد يعني الانتقال مثلا. نعم. لكن الإدارة الاتحادية ملزمة بهذا الشيء. طيب هل من ضمن بنود العقد بأنه في حال لم يسدد الاتحاد الدفعات في تواريخ معينة أن من حقك فسخ العقد؟ لا غير صحيح، لكن إن شاء الله إن في ثقة كبيرة بيني وبين إدارة الاتحاد على إنه نستلم الدفعات في نفس الوقت المحدد. جميل. أحمد قال البيان بأنه يشكرك لتقدير ظروف نادي الاتحاد المالية الصعبة،
أليس من باب أولى وأنت الذي ظهرت من شباب الهلال قادما من الأنصار ثم الفريق الأول أن تقدر ظروف الهلال بدلا أن تخرج منه وتقدر ظروف آخرين؟ صحيح. أنا ذكرت لك في السابق أنه إدارة نادي الهلال كان عرضها أقل من عرض نادي الاتحاد. لنفترض أني وقعت مع نادي الهلال بالعرض الذي هم طلبوه مني، لنفترض أنه تحسنت أوضاعهم في المستقبل، أنا ما أستطيع أجبر إدارة الهلال أنها تعطيني مبلغ زيادة. لكن هنا في شيء مكتوب وموقع أنه أنا خلال وقت محدد لابد أن أستلم هذه الدفعة حتى ولو كان في مشاكل مادية في نادي الاتحاد. طيب كان بإمكانك يعني توقع نفس العقد مع الهلال أنه يكون في أشياء مؤجلة؟ يا ريت، كان ودي أن يكون شيء فيه شيء مكتوب، لكن ما في شيء من هذا القبيل. أها جميل. طيب أحمد، اليوم تمرنت في الهلال بعد أول تمرينين اليوم لك، كان مساء وصباحي أعتقد. صباحي فقط. كان اليوم تمرين بعد أول تمرين لك بعد ما وقعت الاتحاد. كيف تحس أجواءك الآن؟ كيف تحس أجواءك الثاني؟ إنه لاعب اتحادي يتمرن في الهلال، كيف شعرت؟ أبد والله، يعني هذا ما زال نادي وما زلت أرتدي شعاره، وواجب علي أن أعطيه لآخر يوم في عقدي. أنا لاعب هلالي ما زلت، ولابد أني أواظب على الاحترافية في تعاملي مع النادي بنفس المواعيد وبنفس الأداء، وإن شاء الله يكون أفضل بإذن الله الفترة القادمة. جميل. ما في أي يعني متفاهمات بينك وبين النادي بأنه يكون فيه يعني مخالصة أو تفاهم بينكم أنك تنتقل تتمرن من الآن من الاتحاد إلى 28 يناير أو إلى الفترة الشتوية وتسجل مباشرة؟ ما في أي تفاهم؟ ما في من هذا الكلام ولا سمعت، وإن شاء الله ما يحصل، لأنه أنا بحاجة الفريق الآن والفريق أيضا بحاجة. نعم، أرجو لك التوفيق كابتن أحمد الفريدي اللاعب الدولي المنتقل أو الموقع للاتحاد في صفقة الانتقالات الشتوية المقبلة لاعب فريق الهلال. شكرا لاختيارك في المرمى، أرجو أن تكون اخترت الأفضل ووفقك الله في مشوارك المستقبلي أحمد. شكرا أحمد. قبل صفقتي الفريدي للاتحاد وهوساوي للأهلي، عرفت الكرة السعودية الكثير من الصفقات المدوية. عبد الله درويش يذكر بأهم 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي منذ أعلن الاحتراف المحلي. أسامة هوساوي وأحمد الفريدي يرحلان، صدى توقيعهما لناديهما الجديدين لم يهدأ حتى الآن. اللاعبان الجديدان في الأهلي والاتحاد طرقا الذاكرة لتذكر أهم 10 انتقالات في تاريخ اللاعبين المحليين. فؤاد أنور قائد الشباب والمنتخب السعودي في مونديالي 94 و98 ينتقل إلى النصر مقابل مليون ريال. من الأهلي إلى الغريم التقليدي الاتحاد، كانت صفقة انتقال خالد مسعد مدوية لجماهير الأخضر. النجم الأسمر أراد أن ينهي مسيرته في الجاري الأصفر مقابل 600,000 ريال فقط. مدافع من العيار الثقيل، عبد الله سليمان يحمل نفسه من الأهلي عام 2001 إلى الهلال في الرياض، صفقة تركت جدلا في البيت الأهلاوي واستبشرت بها جماهير الأزرق. بعد إنجاز شخصي في كأس القارات 99، غير مرزوق العتيبي خط سيره نحو الرياض ليتجه إلى اتحاد جدة بعقد ضخم آنذاك مقابل 9 ملايين ريال. اختلف أحمد الدوخي مع ناديه الهلال على مبلغ التجديد، ليجد نفسه بعد يومين منها إلى جانب منصور البلوي في اتحاد جدة وطلباته مجابة، قبض 5 ملايين ريال في عقد جديد. عام 2004 بسط اتحاد جدة أمواله في وجه النجوم ليكون ضمن من ضمهم إلى صفوفه لاعب جاره وخصمه اللدود الأهلي اللاعب إبراهيم السويد. رفض الهلال احترافه خارجيا، أمر ترك لدى فهد الغشيان أثرا في نفسه،
ما أن انتهى عقده حتى اتخذ قرارا بالانتقال إلى النصر، قرار صدم الهلاليين أولا وأفرح كثيرا جماهير الأصفر العاصمي. خميس العويران عانى الهلاليون بعد رحيله كثيرا، وترك فراغا في خانة محور الارتكاز الزرقاء. انتقاله إلى الاتحاد بشكل مفاجئ بعد انتهاء عقده ترك ردة فعل غاضبة لدى البيت الهلالي. ياسر القحطاني بين رغبته بالهلال وإغراء الملايين الاتحادية ومحاولة إدارة القادسية إقناعه الذهاب إلى جدة، صفقة أخذت حيزا كبيرا من النقاش والجدل قبل أن تنهيها ملايين الهلال 22 وتنازلات اللاعب بالتوقيع للنادي العاصمي. عميد حراس السعودية وحامي عرينها التاريخي محمد الدعيم كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للنصر مقابل 3 ملايين ريال، تدخل من الهلال وزيادة المبلغ إلى 5.5 ملايين حولت مساره إلى النادي الأزرق. عبدالله الدرويش، العربية. ومباشرة من الرياض عن هذا يلتحق بنا الزميل مسلي المعمر الكاتب والناقد الرياضي. مسلي أهلا بك معنا، أريد أن أسألك أولا بين الصفقات العشر المدوية بحسب رأي عبدالله الدرويش ما هي الصفقة الأكثر تأثيرا فنيا في تاريخها بين العشر؟ صباح الخير. صباح الخير بتال. أنا أعتقد صفقة محمد الدايع كانت يعني علامة فارقة في فريق الهلال طوال السنوات الماضية، وارتبط انتقاله للهلال بتحقيق العديد من البطولات. كانت صفقة مزدوجة أو ضربة مزدوجة لتدعيم صفوف الهلال وحرمان النصر من عنصر كان من الممكن أن يكون مهم في الخارطة النصراوية في السنوات الماضية. نعم. ثم تأتي بعد صفقة ياسر القحطاني. نعم، 3 ملايين تقريبا، يعني 1.5 مليونين كانت الصفقات إلى أن جاءت صفقة مرزوق العتيبي ب10 ملايين، كان رقم قياسي في ذاك الزمان. هل يمكن القول بأنه التسلسل أو التصاعد التدريجي في الصفقات منطقي؟ تقرأ كذلك؟ أنا أعتقد أن هناك جانب اقتصادي في الموضوع. 5 ملايين عام 99 أنا أعتقد أنها ربما تعادل الآن 10 ملايين أو في هالحدود، يعني فبالتأكيد أن التضخم يعني طبيعي جدا، لكن لا تزال الأسعار في الوقت الحالي مبالغ فيها. نعم. على الأقل صفقة محمد دايع كانت صفقة فنية مميزة جدا وأفادت الهلال. أيضا ياسر قحطان في أول 3 سنوات يعني أو 4 سنوات أفادت الهلال. 5 العويران أفادت نادي الاتحاد. كان هناك صفقات مميزة، لكن الآن أنا أعتقد أن الصفقات يعني مبالغ في أرقامها مقياسا على العطاء الفني للاعبين، لأن القدرات تختلف بين جيل وآخر. جميل. مسلي أيضا، هل المعايير في هذه الصفقات فنية مالية احتياجات أندية، أم أنه يعني أخذ فيها أحيانا لاعبنا ما حد يأخذه حتى لو كان الاحتياج له غير موجود، ما زال هذا المعيار موجود، معيار التحدي والفزعة؟ إذا قسنا على 10 صفقات اللي ذكرت في التقرير، ربما 80% من الصفقات أو 70% فيها معايير فنية ومعايير أخرى يعني معنوية أو تحدي أو حرمان المنافس. يعني مثل ما سبق وقلت يعني في موضوع محمد الدايع كانت يعني ضربة مزدوجة للهلال، دعم صفوفه وحرم المنافس من عنصر مهم. أيضا ياسر القحطاني كانت حرم الاتحاد من لاعب مميز واتجه إلى المنافس التقليدي على البطولات في تلك الفترة. جميل. فبالتأكيد أن هناك جوانب فنية يعني مهمة في هذه الصفقات وكانت مميزة لبعض الأندية. جميل. عكس طبعا إذا قسنا على فؤاد أنور، على صفقة فؤاد أنور حرمت الإصابة من مواصلة العطاءات، فهذه الأشياء ما كانت يعني صفقة يعني جيدة. جميل. طيب يعني بماذا تفسر أيضا يعني خلينا نقول السطوة الاتحادية على الصفقات؟ الاتحاد أخذ من الأهلي، أخذ من الشباب، أخذ من الهلال 3 لاعبين، إذا ضفنا لهم 2 منسقين يصيرون 5. يعني دائما يأخذ من الأندية الكبيرة، حتى الآن لم يغادرها أي لاعب بنهاية أو بصفقة مدوية. يعني في لاعبين غادروا ولكن بنهاية عقودهم الاتحاد بطيب خاطر تركهم.
أنا أعتقد أنها ربما ثقافة يعني نشأت في الاتحاد قبل أي نادي آخر، ابتدأت من صفقة مرزوق العتيبي. جمهور الاتحاد تعود على حد معين أو على مستوى معين من الصفقات ولا يرضى بأقل من ذلك، فأي إدارة تأتي تكون مطالبة بتكرار ما فعلها الرؤساء السابقين ويضطرون إلى أن يعقدوا صفقات من هذا النوع. أنا أعتقد أنها مثل ما يعني يردد أن سقف الطموح لدى الجماهير الاتحادية عالي جدا ولا يرضيهم إلا الأبرز لاعبين في الساحة الكروية. طيب، منذ ثلاثة مواسم الأهلي يسيطر على سوق أو بورصة اللاعبين، كامل الموسى، كامل المر، عيسى المحياني، عقيل بلغيث، العيسي إذا قلنا أنها صفقة يعني ولو أنها صفقة صغيرة ليس صفقة كبيرة، ثم أخيرا هوساوي. أيضا بماذا تفسر الآن زمن الأهلي؟ الصفقة هوساوي أنا أعتبرها الأبرز في الصفقات التي ذكرت. نعم. الأسماء السابقة تعتبر فوق الصفقات جيدة لكن ليست مدوية كصفقة أسامة هوساوي. الأهلي تغير الوضع فيه، الآن أصبح منافس قاري، هناك يعني مطالب الآن بتحقيق البطولة القارية والتأهل إلى كأس العالم، لابد أن إذا أراد أن يحقق هذا الهدف أن يصرف أكثر على الصفقات ويحضر نجوم من الوزن الثقيل. ننتظر صفقات شتوية مدوية؟ أنا أعتقد طير طارت برزاق، الفريدي وهوساوي انتقلوا، ما أعتقد أن راح يعني نسمع بصفقات أقوى، وظل أسامة وأحمد الفريدي هما الأبرز تقريبا على مستوى المنافسة السعودية على الأقل خلال السنتين القادمة، بحكم أن بعض اللاعبين الآخرين غير متاحين ولا يزال في عقودهم فترات زمنية طويلة. شكرا جزيلا زميل مسلي آل معمر الصحفي الرياضي. وقفة قصيرة نعود لنتابع في المرمى وفيه لماذا غضب أمام الفتح؟ هل سيرحل الآن؟ ما هي المشاكل التي تواجه كندا؟ ضيف في المرمى. وأيضا هل تمت استشارته في التعاقد مع الفريدي؟ هل يجرؤ على وضع نور في قائمة البدلاء؟ كندا يجيب.